يعني كل لحية ولها مقص، يكون كلش واضح اكو اطراف داخل الاطار عندها اندفاع محموم لحماية فاسدين كبار وبنوك نهبت الدولة وحماية ناس قتل مجرمين يعني وصادرة بحقهم احكام قضائية، وهذه مو صحيح يعني. هذا فعل يعني لا يستطيع لا السيد الشيعة السوداني ولا غير السيد السوداني أن يمضي به، يعني هذا يطيح بالدولة كاملة. فجميع الأطراف يعني عليها أن تحترم أنه أكو شيء اسمه دولة، وإلا هم شنو وجودهم؟ هم وجودهم ونفوذهم وكل ما عندهم من امتيازات وفخفخة جاهم فضل هاي الدولة، فضل العراق وفضل العراقيين. فعلى الأقل شوية حية يعني شوية مستحى استحوا من الدولة. اللي يمثل الدولة منه مو القوى السياسية، اللي يمثل الدولة القضاء، يمثلها القادة، القوات المسلحة، القادة الأمنيين، الموظفين، الموظفين الدولة، هاي الموظفين، هذا المعلم، شو وقت يحترمون المعلم، شو وقت يحترمون حتى نستفاد من الوقت يعني اكو تفاصيل، هذه تفاصيل هواية حتى نستفاد من الوقت الآن. حتى في ظل هذه الأزمة وحالة الجوع اللي موجودة، القوى السياسية تتغانم. هسه تسمعت منو يتعين مستشار وشلون راحت قضية المحافظ البنك المركزي في ظل هذه الأزمة؟ تعتقد أو تؤمن أنه الآن أكو عملية إعادة بناء الدولة العميقة من جديد بما يتناسب مع المرحلة ومتطلباتها؟ ما يعني كمحاولات، المحاولات موجودة دائما يعني، هذه موجودة حتى بأمريكا حتى في أوروبا يعني، دائما القوى السياسية تحاول تمد أصابعها وإيديها وتخلق لها فد تأثير داخل الكيان العميق للدولة. بس عمليا عمليا الوضع مو بهالسهولة يعني. يعني أنا موجود في بغداد وأتواصل وأشوف وأسمع وأطلع، ماكو طرف قوي لهالدرجة يعني. يعني كل لحية ولها مقص، ما مو سهلة هاي القصة يعني، هاي تريد وقت وتريد ترتيب، لا الوقت متاح ولا الترتيب متاح. كل اللي يقدرون يسوونه هسه يحاولون انه يقللون من سقف طموحاتهم وغلواهم وهاي العقود وهاي البوق والفرهود، لكن يا شيخ غيث بالامن وبالكذا، هذه اللحى قد طالت كثيرا. مو قلت لك كل لحية ولها مقص؟ اكو 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 دستور واكو قانون واكو نظام واكو قضاء واكو رجال دولة واكو شعب، شعب ما مو سهل. خليني اعترف لك بقضية شيخ غيث، وقتي خلاص. انا كلش احب دبلوماسيتك اليوم يا اخي، ما تعودت عليك هكذا. لا بالعكس السان يا دبلوماسي، حتى لو تريد توديني للقبر لو ما ترتاح يا اخوي، حكيت كل شيء يعني، كلام واضح. بس انا دا اقول لك كل وقت الى خطابة يا استاذ نجم، والله انت حكومة ما صار لها 100 يوم، والله من المعقول انا لا الحكومة وانا قايلها وحياتك شيخ، هذا الهدوء والاستقرار بالنسبة لنا اولوية. والله نحن سواء انتقدت انت او انتقدت انا، القضية بالنقد اننا نقول للجميع اذهبوا الى اخطائكم فاصلحوها، ونحن لكم داعمين، لا اريد منكم جزاء ولا شكورة. لا تحطونا مستشارين، لانه المستشار بالحكومة يعني المستشار صار بالعراق عليه علامات استفهام، ولا اريد تصير وزراء. صلحوا حالكم، صلحوا وضعكم، خلنا ناكل النزق نبوت وياكم، اكثر من هذا ماكو. مو يعني انا اعتقد انه هم الان في وضع عليهم ان يتفهمون انه يعني وضعهم الداخلي وجمهورهم ارضهم هشه يعني، الافضل الافضل للجميع طبعا يعني، نعم فقط الاطار، الافضل لكل القوى السياسيه انه تقبل بسياده العراق يعني، العراق الدولة، سيادة القانون، سيادة الدستور. أنا أشكرك شيخنا العزيز، وقتي خلاص. يعني هذه مسائل ما عاد ممكن نرجع إلى الوراء، إن شاء الله يجب أن يفهمها الجميع، ما ممكن نرجع للوراء.